وردنا لكم مشاهدينا وحلقتنا اليوم مميزة وليلتنا مميزة ليلة الجمعة. راح نتحدث عن موضوع الإعلام والمرأة ومعنا وجوه إعلامية جميلة ومؤثرة جدا في الإعلام الكويتي، معنا الكاتبة الصحفية ريم الميع ومعنا أيضا مقدمة البرامج دانا ربيش. سعيدين جدا جدا بانضمام المحامية مريم بشارة، حياكم الله في غبقة الحمراء. الله يسلمكم، نورتونا ومبارك عليكم، ما تبقى من شهر وكل عام وانتم بخير. علينا وعليكم طبعا، انتم رفيجاتي يعني اكيد. مبارك انتم رفيجاتي وانا مباركت لكم. بس يمكن اقول لكم من اهم الاشياء اللي احنا نركز عليها ان المجتمع دائما ينظر حق الاعلام بشكل مختلف. برايك ليش دانا؟ ليش يعني ينظر له بشكل مختلف؟ انا احس ان الحين الوقت الناس تفتحت، صار عندها وعي بالاعلام. ما اتوقع ان النظره يعني السابقه للحين موجوده، بالعكس احس الناس تطورت وبدات تفهم الاعلام شنو وبداوا يحبون الاعلام، بدليل انه في وايد كويتيات يعني مثلكم وشراكم ومثلي انا وغيرنا وغيرنا دشوا هالمجال، ما لقوا صعوبات من اهلهم، ما لقوا صعوبات من المجتمع. اتوقع ان المراه الكويتيه اثبتت نفسها بالاعلام. نعم، نقدر نقول ان البدايات دائما تكون صعبه. حكونا عن بداياتكم. كل شيء بداياته تحتاج خطوه جريئه، وحضرتك وصلتي لي وانت نام ب 2002، هل هذه كانت خطوه جريئه منك؟ شنو كانت الرساله اللي حابه توصلينها من خلال هالخطوه؟ والله انا ما اؤمن بالقفزه الجريئه كثر ما انا اؤمن بالتغيير التدريجي. يعني ما كانت غوانتنامو خطوه جريئه لان كانت تتبع مجموعه من الخطوات. انا بدايتي ما كانت يعني قفزه، كانت طبيعيه متسلسله، لاني درست الاعلام في جامعه الكويت ودخلت في التدريب الميداني ولقيت نفسي يعني موجوده في شارع الصحافه كمتدربه يعني قبل لا اتخرج. يمكن كنت ثاني دفعه صح اعلام؟ ثاني دفعه ما شاء الله. فلقيت نفسي من التدريب الميداني دخلت وبس خلاص، ما طلعت، ما كنت مخططه او حاطه ببالي او ان خليتها كخطوه كذي يعني. زين شلون اقتنعوا ان تكون اول امراه عربيه تدش هالمكان والمكان يخرع يعني؟ يعني انا اتوقع لو انا بروح اخذ القبيله معي ما اروح بروحي. يعني نشوف مع المشاهدين صورك في غوانتنامو. في صور ويانا قاعدين نشوفها، قاعدين نشوف مع المشاهدين يعني صور على 2002. انا مو قاعده اشوف الصور، قاعده قدامك تشوف المونيتر. المشاهدين قاعد يشوفون معانا صورك في غوانتنامو، حابين نعرف شلون قدروا يدخلونك هناك. طبعا الصعوبه كانت في التفاوض مع الجانب الامريكي لدخول القاعده نفسها، لان كان في البدايه مو سامحين الا الامريكان. طبعا من الجانب الكويتي ما كان في علم بالزياره، يعني تفاجئوا فيها، فمن كذي ما كان في المفاجاه بعد ما صارت يعني. ما خفت لان ما حد كان يربكني، خفت قبل لا اروح يعني قبل السفره بيوم. كانت يعني رحلة مؤلمة لأن يعني مكان بأقصى العالم، يعني مصادرة في الحرية، وتدرين أغلى شيء عند الإنسان هو حريته، فإذا تصادرت الحرية يعني ما أعتقد في قيمة للحياة بدون حرية. حاولت يعني تنقلين يمكن اللي شفتي هناك من خلال تجربتك؟ اللي شفته طبعا هو مكان سيء، لكن لما تشوفينه تقارينه بالسوء اللي موجود في العالم، هو يعني أسوأ ما فيه انه هو انتماء لبلد تمثل الحريات في العالم. نعم. فهذه هي الصدمة مو أكثر من كذي. أما السجون كلها سيئة مهما كانت، حتى لو قلنا في سجن خمس نجوم هو سيء في النهاية. صح. يعني هو سجن. ريهام احنا نشوفك قاعد تبتسمين بالصور، بس داخلك شنو كان؟ يعني انت ما شاء الله للحين تذكرين اكيد تفاصيل الرحله، يعني من 2002 للحين تذكرين ادق التفاصيل. طبعا كان في ارهاق وتعب مو طبيعيين، لدرجه ان انا اول ليله بت فيها، انا بت هناك ثلاث ليالي، فاول ليله بت فيها وكان سكن مشترك، كان معي ثلاث صحفيات امريكيات في السكن. فاول ليله بت ويعني يعني فاقده الوعي، لدرجه اني الصبح لما قعدت قالوا لي تدرين ان احنا شفنا نبضك، بنشوف انت يعني احنا عايشه ولا مو. يعني نمت بطريقه كانت مرعبه من التعب والارهاق، وخذنا ثلاث طيارات على ما وصلنا المكان، والتفتيش كان يعني مراحل مو طبيعيه. غير ان انت عشان تنتقلين من السكن اللي كنا ساكنين فيه الى جهه المساجين، كنا نروح بالفيري كل يوم عن طريق العبارة نروح ونرجع، وكان برنامج يعني حافر من الصبح لبالليل، وإحنا قاعد نتنقل بين السجون والمستشفيات والمباني. يعني هي مو مجرد سجن، هو مجمع متكامل، يعني تكنة عسكرية وفيها مكان لإقامة الجنود العسكريين، يعني
يعني مكان ضخم ومخيف. الله يعينكم وقواك. الله يمكن المحامية مريم بشارة وظفتي اختصاصك في الإعلام وكان لك تجربة إعلامية، حاولتي تقدمين نصايح بالمحاماة عن القضايا من خلال الإعلام، حثينا شنو رايك بتجربة ريم بغوانتنامو؟ أكيد لها علاقة بالمحاماة. الصراحة تجربتها تشكر عليها للأمانة، وأنا شخصيا يعني كامرأة أشوف أن تجربتها يعني يعطيها ألف عافية، وايد صعبة كامرأة أن هي تكون تدخل في هذه السجون، وإحنا نعرف أن هذه السجون تعتبر قيد لحرية أي بني آدم. يعني أنا شخصيا لما أشوف قضايا أنهم وأنغم وأتعب نفسيا، فما بال الإنسان يشوف أنه السجن مقيد للحرية، ويا ما في السجن مظالم كثيرة. وأتوقع أستاذة يعني شافت الكثير من هذه الأشياء. بالنسبة لي بدايتك شلون بديت؟ أنا بديت ودخلت في مجال الإعلام. شلون دخلت مجال الإعلام؟ طبعا في أكثر من برامج تلفزيونية طلعت فيها، ولكن من طلع السوشيال ميديا خاصة برنامج الانستغرام حسيت نفسي فيه للأمانة، حسيت أنه وايد أسهل من تقديمي لفقرة قانونية في برنامج تلفزيوني. كانت بدايته أول ما طلع الفيديو القصير اللي هو بال 15 ثانية. كانت بالنسبة لي وايد صعبة أني أنا أوصل معلومة قانونية أو رسالة قانونية فيها توعية قانونية خلال هالثواني هذه البسيطة. فالحمد لله صارت عندي المقدرة أني أنا أوصل موضوع قانوني في توعية قانونية حق المتابعين. وبالنسبة لي أنا شخصيا حسيت أن وجودي في الانستغرام في السوشيال ميديا من الانستغرام وعن طريق برنامج السناب أسهل لي أنا شخصيا من أني أنا أقدم برامج فقرات قانونية في برامج تلفزيونية. ليش؟ لأنها تناسبت مع مهنتي كمحامية. تدرين حصة ولولو أساتذتي أن كمحاماة ما عندي الوقت الكافي أني أنا مثلا اسم الله عليكم يعني الوقت أني أنا ألبس وتكشف وأطلع في برامج تاخذ وقت ياخذ مجهود وجهد وجهد كبير. بالضبط. فأشوف أني أنا متى ما فضيت 5 دقائق 4 دقائق أني أنا ممكن أني أتواصل مع كمية متابعين وأني أنا أوصل رسالة قانونية. فشت نفسي بالسوشيال ميديا أكثر مني أنا أقدم فقرة في برنامج تلفزيوني. إذن دانا باعتقادة السوشيال ميديا سحبت البساط من الإعلام؟ يعني انت مع الموضوع ان ليش الحين احنا وايد قاعد نشوف مثلا مواضيع تنطرح بالإعلام ما نشوف التلفزيون احنا مثل قبل، نشوفها بالسوشيال ميديا. وايد اخبار نتابع فيها سوشيال ميديا. انا يوميا ابطل تويتر الصبح، اشوف الهاشتاجات شنو الترند وادري شنو صاير. حتى يعني سحبت البساط من الصحافة من الميديا ككل. المستقبل حق السوشيال ميديا مو حق الميديا. مو حاسة انه هو شيء متكامل والاساس يرجع ركيزة الاعلام فعلا موجودة واساسها يرجع. اكيد الاعلام له هيبته ولا رقية ولا اساسياته وعنده حواجز، عرفتي؟ معينة. بس السوشيال ميديا لها انطلاقة ثانية، يعني بلا حواجز بلا تقيد. هذا اللي حبب الناس بالسوشيال ميديا وهذا اللي خليها تتوسع. ليش اختفيت يعني الاعلام؟ ما اختفت بدليل ان انا قدمت برامج سياسية في قناة العدالة بالفترة السابقة حق الانتخابات. لكن احب اني اختار. اتجهتي للسوشيال ميديا اكثر؟ احب اني اختار، يعني للحين انا موقفة بشوف ادرس في شيء بالطريق ان شاء الله. ان شاء الله لا تري ملقوفة حتى الحين تدرين انت. شنو تحسين يعني شنو الرسالة اللي حابة توصلين؟ تحسين اسهل التواصل مع جمهورك او الرسالة اللي تبين توصلين؟ لا شك خلال الشاشة الصغيرة إذا يختلف تماما عن الشاشة الكبيرة. لا شك إن مواقع التواصل الاجتماعي أقرب لك حق الناس والناس تحبك. يعني كوني أنا مذيعة أخبار الناس ما كانت تدري شنو شخصيتي. في وايد ناس قالوا لي أنت شخصيتي جدا مغايرة. أكيد يعني أنا يعني ماخذة طابع مهنة الأخبار السياسية، ولكن بالحقيقة بالواقع أنا يعني طريقتي غير. شنو أدرس؟ أدرس شيء يقدم طموحي. كل مذيع صحيح يطمح، صح ولا لا؟ صحيح. طب الإعلام مثلي، كل مذيع يطمح إنه يقدم شيء هو يحبه هو يختاره. إيه أنا الحين قاعدة أدرس شغلة إني أنا اللي أسسها، أنا اللي أسويها، أنا اللي بناء على أفكاري بناء على معتقداتي أحب أطرح الشيء اللي أنا أشوفه. نعم. فعلًا له فائدة إني أطرح. نعم. إن شاء الله الله يوفقني. إن شاء الله بالتوفيق يا رب، وإن شاء الله نشوف هالشيء اللي السر اللي بينك وبين حصة. لا قلت يا عبد الهوى. إن شاء الله يستاهلون المشاهدين بعد. ريم صحفية وكاتبة وصاحبة اختصاص من أوائل دفعات الإعلام بالكويت، ما جربتي التقديم في الإعلام التلفزيوني؟
والله أنا أؤمن بالتخصص يعني، فمجالي مو مجال تلفزيوني أكثر، لكن بخصوص السوشيال ميديا هي ما لغة الإعلام التقليدي، هم يكملون بعض. نعم. هي لغة الوسيط، صار الإعلام التقليدي يحتاج للسوشيال ميديا مثل ما السوشيال ميديا تحتاج إعلام تقليدي. يعني في السابق أنا إذا كنت أتابع كاتب معين صعب إني أنا أوصل له عشان أتواصل معاه، يعني السوشيال ميديا فتحت المجال، صار القارئ والكاتب على الهواء، نفس البرامج اللي هي على الهواء. نعم. القنوات الفضائية نفس ما كانت سببت ثورة في البداية، ومع يعني وعشان كذي برزوا النجوم وسقطوا النجوم، لأن في ناس انكشفت على يعني صرنا كلنا على الهواء. صحيح. فبالعكس يعني الإعلام التقليدي والإعلام السوشيال ميديا يكملون بعض. صحيح. ما أشوف إن واحد فيهم يلغي الثاني. دام حديثنا اليوم تحديدا عن المرأة، ما لاحظتي مريم أن السوشيال ميديا فتح المجال للمرأة أكثر من الرجل أنها تقتحم، خلينا نقول تقتحم عالم الإعلام؟ بالعكس، قبل الرجل يعني كان هو نقدر نقول الإعلام ممكن يكون ذكوري أكثر بسبب نظرة المجتمع أو تقبل الأهل، لكن الحين السوشيال ميديا سهل لنا هالموضوع. إحنا كسيدات توافقيني في الصف؟ أوافق أكيد، صح كلامك. أنا حابة أتكلم في هذه الجزئية اللي أنت فضلتي فيها الأولوة، ثقافة المجتمع سابقا خاصة تتكلمتي في الإعلام التقليدي ليش كانوا يبرزون أو يسلطون الضوء على الرجال، لأن ثقافة المجتمع تقبل أن الرجل يكون في هذا المنصب أو في هذا المكان. صحيح. بشكل عام الأسرة تكون موافقة، فإذا طلعت الفتاة أو المرأة أنها تكون في الإعلام التقليدي مثلا كمقدمة برنامج أو أنها تكون في الإعلام التقليدي بشكل عام، فتشوفين بعض الأسر تكون مقيدة هالشيء، فثقافة المجتمع بشكل عام أنها ترفض أن المرأة. يوم طلعت السوشيال ميديا في هذا الجهاز الصغير، أنا من وجهة نظري صارت في حرية شخصية، كل واحد شلون يستخدم جهازه، فإن هذا الجهاز في شخص في يعني في ذمة الشخص نفسه بإيده، شنو الاستخدام اللي يستخدمه، هو اللي هو الاستخدام الصحيح ولا الاستخدام الخاطئ. نعم. فشفنا ما شاء الله ما شاء الله لا إله إلا الله كثير من الرموز للمرأة برزت، ويعطيهم ألف عافية وأشكرهم من خلال قبقة الحمراء، شرفت الكويت وفخر الكويت. وفي البعض استخدمها استخدام خاطئ. ستضحك. تضميت معي بأشياء ولا لا؟ أكيد أكيد. لا كلامك عدل والله، بالعكس يعني مؤثرين جدا، أثروا جدا في الإعلام الكويتي. وايد ما شاء الله طلعوا يا لولو ويا حصة، وايد طلعوا. حصة تبتسم سعيدة بكلامك اليوم. أنا فعلا كنت أتمنى أن الإعلام التقليدي يسلط الضوء على المرأة اللي تعتبر فعلا فخر للكويت. صح. فخر. صحيح. للكويت. اتجهت انا عندي ملاحظه، انا اشوف ان السوشيال ميديا هو اسقط الاقنعه، فالجميل زاد جمال، السيء زاد سوء. فعلا فهو ما نفع المراه كثر ما هو اساء لها في نفس الجانب. نعم. قدم نماذج على اعتبار ان هي المراه واخفى نماذج. صحيح. موجوده على ارض الواقع. فعلا. الاعلام التقليدي كان اكثر وضوح، كان في معايير واضحه، اما السوشيال ميديا خارج السيطره. نعم. اي شخص ممكن ان هو يكون على الهواء وأنه هو يستقطب متابعين، لكن إن إحنا نستقطب كل الناس يعني نكتب تخدع كل الناس كل الوقت هذا معجزة. بس كل مجال فيه زين وفيه مو زين، في ناس اللي نحن نفتخر فيهم وفي ناس اللي ما نحن ما نفتخر فيهم. أكيد. لكن المعايير لحد الحين مو واضحة، لأن هذه نقلة إعلامية جديدة. نعم. علينا. صح. وما يعني ما أشوف إنه هو نفع المرأة 100% كثر ما هو بالعكس. صح. هو نفع وأساء للمرأة. صحيح. لأن في نماذج لا تمثل المرأة في الإعلام في السوشيال ميديا. صحيح. إحنا أكيد السوشيال ميديا هي ظاهرة جديدة. أسأل دانا، اتجهت للسياسة، اختارت القطاع الإخباري ليش؟ أول ما قدمت لا كنت حابة المنوعات، بس حبيت أتحدى نفسي، ولأنه ما في وايد بنات بالسياسة حبيت. صحيح. أني أكون منهم، كانوا ثنتين ثلاثة. باعتقادك أن السياسة ترفع من شأن المرأة؟ كلنا نقدر نتكلم بالسياسة، بس بالحقل الإعلامي لا، هي مهنة تحتاج ثقافة معينة، تحتاج يمكن أكيد. اللغة العربية الصحيحة. صح. في تقديم الأخبار تحتاج. صحيح. مقومات المذيع الصحيح. أيوة أسهل تقين دام جربتي الاثنين. لا أكيد أكيد قارئ النشرة لا يعني
لا يعني امكانه لا هيبته لا اللغه العربيه، لغه يعرف شلون يوقف شلون يبطل. دانا الريال ممكن يعرف اخبار السياسه من الدواوين من الاماكن اللي يروحها. البنيه صعبه انها تكون ملمه بالتفاصيل السياسيه. الله يعافي العم جوجل والله يعافي تويتر والله والله يعافي الجرايد. يعني كنت كل يوم الجريده على مكتبي لازم اقراها. صحيح. لازم الحين اشتقتي حق الجريده. اتوقع ماكو جرايد الحين، كلها ماكو جرايد تويتر. دانا يمكن تعليقا على كلامك قبل شوي قلتي السوشيال ميديا، احنا اكيد ليه سمعنا اي خبر من السوشيال ميديا من سواء من تويتر ولا انستغرام ولا حتى اذا وصلنا بالواتساب، اول شيء نسوي نفتح التي في نبي نشوف التلفزيون نتاكد ننتظر نشره الاخبار. صح. عشان ناكد احيانا لولو السوشيال ميديا يسبق الميديا بالخبر. بس صحيح. لان في توثيق، الناس ما شاء الله تمشي وتصور وتوثق وتكتب صحيح، بس هل نتاكد دائما اذا سمعنا خبر مهم جدا لا ننتظر نشره الاخبار؟ صح اكيد او أكيد. ننظر لان نشره الاخبار فيها ديتيلز، فيها ضيف، فيها فونو، يعني فيها وايد حيثيات تدعم او تطعم الخبر. جميل ان يكملون بعض. ريم انت شنو رايك بالموضوع؟ انت ايش رايك بالموضوع؟ هل باعتقادك ان المراه لازم تتجه الى الكتابه السياسيه اكثر علشان توصل انها تكون مراه ملاحظه او توصل الى مركزها الاعلامي مثلا؟ شوفي انا ما اتعامل مع اي عمل او اي مهنه في العالم كرجل وامراه، هي طاقات بشريه. صح. والطاقات البشريه يعني التنميه تحتاج الطاقات البشريه بحدها الاقصى، رجل وامراه. انا ما اشوف ان في مجال يعني تطرق المراه وما يطرق الرجل، او في مجال يطرق الرجل ما تطرق المراه. فيعني انا اشوف انه شيء طبيعي ان تكون موجوده في كل مكان. نعم بالضبط. ريم من اول اللي درسوا اعلام، اول الدفعات الاعلاميه بالكويت، ومريم بشاره اكيد محاميه معروفه درستي المحاماه، ومعانا ايضا مشاهدينا نماذج مشرفه قصه، معانا طالبات كويتيات من جامعه ليدز بعثوا لنا ماده اعلاميه من بريطانيا، فخورين جدا. اقول لك شيء، اقول لك ان احنا صورناهم اول رمضان اي، الحين طلعت نتائجهم اليوم ان ما شاء الله ثلاثتهم امتيازات. ما شاء الله عليهم، ما شاء الله بنات عليهم. بنات الكويت هذول، هم بنات الكويت هذول، بنات الكويت اللي نتشرف اليوم ان يكونون معانا بهالتقرير. نتابعه معاكم مشاهدينا. ألف مبروك حق بسمة وعنان وأسيل، سعيدين جدا إحنا أن اليوم نشاركهم تخرجهم بامتياز. وشفنا حصة يومياتهم يطبخون، شاركونا بيومياتهم برمضان يطبخون ويسوون أكلهم بروحهم، إحنا سعيدين جدا وشاركناهم من غبقة الحمراء فرحتهم هذه اليوم. لكن التخرج هذه إن شاء الله، إن شاء الله وكله ما شاء الله متفوقين. بنات الكويت، بنات الكويت. الحين الكاميرا راح تقطع على دانا قبل الهوا، قالت عندها سؤال لي أنا وحصة. الله يستر حصة. شوفوا عندي لكم سؤال. إيه؟ اليوم علشان اجيكم ما شاء الله رمضان الوقت بسرعه يركض. صحيح. صح ولا لا؟ والنهار طويل والليل قصير، فعلشان انا اجيكم حسيت انه ما عندي وقت، ويعني يا حد قد على قولتهم. نعم. انتوا شلون على ما تيوب كل يوم كل يوم كل يوم او يوم وترك يعني؟ وانا اشوف حسيت بتروح تسوي شعرها بمكان وتحط ميك اب بمكان. شفتيني؟ اي شفتك. نفس الشيء والله جد، شنو هالتعب اللي قاعد تتعبونه؟ الكل يسالها سؤال حصه، لازم تبررون يعني. والله التجهيزات حق الموضوع وايد صعبه، مو سهله ابدا. والناس قاعد يشوفونها انه بالنهايه شكل حلو وبصوره حلوه، قاعد ننقل لهم يعني احلى شيء، بس المعاناه اللي قاعد نعانيها قبل هذه ما قاعد يشوفونها. صحيح. ويمكن في ناس ما يحسبوا لها حساب ترى. يعني تحسين ان انت يعني انت تعبتي وسويتي المجهود اللي سويتي، والناس ما حسبت حسابه. صحيح. تلقى تحاسبك على غلطه او بدليه او يعني تلقين تقولين انا الحين هالتجهيزات اللي سويتها والتعب اللي ما حد حسب حسابه، وهم علشان المشاهدين. نعم. وعشان الناس اللي تتابع وتحب يعني تحب تشوفك باحلى صوره. صح. وتطلعي لهم مبتسمه. ما يحسبون حساب هالموضوع ينسانا، يعطيكم العافيه. وانت يا لولو؟ والله شوفي انا سعيده ومستمتعه دام الشيء اللي انت تحبين تسوينه. صح. وانت كانثى حلو انك كل يوم تطلعين باجمل صوره، هذا جزء يعني شخصيا جزء من شخصيتي، والمفروض يكون جزء من شخصيه كل انثى انها تهتم بمظهرها. لكن موضوع التلفزيون قاعد نقول نزيد الشيله شويه عشان مشاهدين غبقه الحمراء يستاهلون. اكيد انتم فاكرين يستاهلون مشاهدين غبقه الحمراء يستاهلون
انه مو تعب، بالعكس متعه. وتلفزيون الكويت هذه الشاشه الماسيه اللي لازم نطلع احنا ككويتيات باجمل صوره واجمل مظهر لهم، يستاهلون مشاهدينا، وهذا تلفزيون الكويت واحنا اكيد فخر الكويت. صح، وانتم فاكهه رمضان وانتم فخر تلفزيون الكويت وفخر الكويت. يعني هذا الشيء اللي خلاني انحاش من البرامج التلفزيونيه. ليش؟ ما شاء الله عليك، ياخذ وقتي كله، ياخذ يومي كله. وتخيلي اطلع من المحكمه لازم اروح عند احط عند ميك اب ارتست، البس، لازم اكون واقف. لا 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 لا، سبحان الله، الاعلام التقليدي يحتاج فعلا ناس معده لهذا الشيء، يعني عندها القدره على هذا الشيء او عندها موهبه. بعد احنا والله شاقين عمركم، ايش فيه الكتابه؟ عشان كذي انت بخرتي عن الاعلام المرئي. اي انا ما احب الكاميرا، انا والكاميرا كلش ما بيننا صداقه، ولا زلت حتى في الانستغرام او في السناب شات ما احب اصور فيديو. ما شاء الله يعني انيقه ووجه بشوش وجميل على الشاشه. لا اله الا الله تبارك الرحمن، وجه جدا بشوش والاناقه هذه. يعني ما شفنا عندك قناه على اليوتيوب مثلا، ولا راح يصير عندي قناه كلش، ولا راح تشوفين. انا عندك لقاءات وايد مهمه ما شاء الله، يعني قابلتي كبار الشخصيات. لقاءات مكتوبه. اي اوكي، فليش ما تصير مرئيه؟ ما فكرت، ما لاقي نفسي مع الكاميرا. انا ما احب الكاميرا، وما ادري اذا تحبني ولا لا. لا احنا نلاحظ، يمكن اكيد يفرق الكاميرا الصغيره عن الكاميرا الكبيره. لحظه، اللي بالاعلام اللي نقول الاعلام التلفزيوني او الاعلام التقليدي يحبون الكاميرا الكبيره، لكن أكيد ما يحبون كاميرا السناب. دانا جامعه الاثنين ما شاء الله. لا لا لا، انا وفي في ناس العكس، العكس صحيح، تلقينها تنطلق بالسناب شات وتسولف، لكن قدام الكاميرا تيها هالرهبه. ترى هي الاصعب الكاميرا الكبيره، الكاميرا الكبيره أصعب. يمكن انا انا عندي كاميرا السناب شات هي اللي اصعب. كاميرا الكبيره، لانك انت تعودتي ان احد يصورك وانت على طبيعتك. لا، لكن السناب شات لا، انت مضطره انك ما تخسرين جمهورك اللي انت يعني خلال هالكم سنه حبك وتعود عليك من خلال طلتك على شاشه. شوفي انا شنو وجهه نظري، وجهه نظري ان الكاميرا الكبيره بسرعه توثق وانت ما بيدك شيء، بس الكاميرا الصغيره انت تقدرين تمسحين، تقدرين تعدلين، تقدرين. يمكن انت بدينك، عرفتي؟ هذا البث المباشر، يعني انا من خبرتي بالمجالين اقدر اقول انه يمكن الرهبه او الخوف الخفيف من هذا الكاميرا الكبيره مطلوب جدا احتراما للجمهور اللي قاعد يطالعنا. صح، صح، اكيد انضم معك بعد بهالشيء. تأيدوني؟ اكيد انا ايدك اكيد. يمكن هاي تجربتي الشخصيه. وانا اشوف هم من السوشيال ميديا، كاميرا هذه التليفون اللي نصور فيها سناب ولا انستغرام بشكل عام، مسؤوليته ترى كبيره وايد. يعني انت عندك متابعين لازم تصبحين عليهم وتمسين عليهم، ولازم كل يوم تطلعين لهم. بالضبط، يعني هم من هذه الشرائح مختلفه، انت ما تدري منو اللي قاعد يتابعك. بالضبط، فاشوفها مسؤوليه وايد كبيره، واشوفها يمكن اصعب من الاعلام التقليدي، ان انت تدخلين جمهور تفاصيل حياتك. نعم. يمكن شخصيا من دخلتهم تفاصيل حياتي انا. نعم. اطلع لهم موضوع، بس لازم اطلع لهم، يعني مثلا اذا غبت عنهم يومين ثلاث ايام من انشغالي، استاذه وينك؟ استاذه وينك؟ وين الموضوع؟ ناطرين الموضوع. يبون كل يوم موضوع، يبون كل يوم اعداد، يبون كل يوم اطلع لهم في موضوع قانوني. بالضبط، فانا اشوفها مسؤوليه. نتكلم عن قناتك باليوتيوب. إيه؟ هم هذه القناه اللي انت يعني مخصصتها حق مواضيع قانونيه من فتره لفتره للجمهور ما شاء الله من الوطن العربي، يعني من مصر عندك، من الحمد لله من دول مختلفه. شكر الله سبحانه وتعالى عليها، الحمد لله. إيه؟ فباعتقادك هل ان الواحد خطوه جميله ان اي اعلامي يفتح له شانل على اليوتيوب؟ انا اشوفه بالنسبه لي كانتشاريه افضل، او انه كبرنامج او كموضوع ان انت تطرحينه كانتشارية للمشاهدين أفضل. نعم، من وجهة نظري يعني أفضل من الانستغرام، أفضل من السناب، لأن سبحان الله يعني أي أحد مثلا يحط اسم مريم البشارة طلع له فيديوهات مريم البشارة كلها. نعم. ريم ككاتبة وكصحفية يمكن لنا عندنا صور، بس ودنا نعرف أكثر من خلال كتاباتك، هل هاي الشيء لما تطرحين موضوع جديد أو تكتبين موضوع أو لقاء، هل يأخذ من وقتك ويأثر على عائلتك؟ شوفي، هو أكيد أول شيء الصحافة هي أصعب من التلفزيون، لأن ما لأن الصحافة أصعب من التلفزيون. أصعب لأن الصحفي هو المعد وهو المخرج. صح. وأحيانا هو المصور أو غالبا، واللقاء الصحفي ما هو معد مسبقا ومواعيد
لأنه ممكن يكون وليد اللحظة، ممكن يكون في أسانسير، ممكن يكون في ممر، ممكن نعم. يكون في سيارة، ممكن يكون اتصال تليفوني. بس أنا في نقطة واحدة أحلف فيها معك، إن الضيوف يتعاونون أكثر مع الصحافة، لأن حيث إنه ماكو يلبسون ويطلعون وكاميرا ورهبة تلقينهم لا بالعكس. على العكس هم يتهربون من الصحافة، هم يفضلون أن تسلط عليهم الأضواء تلفزيونيا ويتصورون، لكن الصحفي ممكن إنه يحرجه بأي سؤال مختلف، ما يكون شيت مثلا ما يعجبه. ايه طبعا. هل تتناقشين معهم بهالشيء؟ يعني قبل لا ينزل اللقاء تحدينهم بالمانشيت او هم يحدون؟ شوفي احنا صحافه خبريه، يعني الشيء لحظي سريع، ممكن يكون اللقاء في اسانسير، ممكن يكون اللقاء في ممر، ممكن يكون اللقاء في لحظه، واحنا كجريده يوميه راح ننزل ثاني يوم، فما في مجال حق الاعداد الطويل او التنسيق الطويل، فمن كذي العمل يكون وايد صعب. نعم. وما في وقت اساسا تتاكدين من الخبر، فلازم نعم. تكملينه بمعرفتك من نعم. مصادر ثانيه، صعب انك ترجعين لنفس المصدر وتكملين منه كلمه مو واضحه، لازم نعم. يكون عندك سرعه بديهه انك تلقطين الشغله وبوقتها وتوضحينها. وفعلا اذا انتهى الخبر خلاص، يعني بمجهودك قابلتي كبار القاده، منهم ابونا صباح الله يحفظه، كثير من القادة معانا. حصة على فكرة اليوم عيد ميلاده، ونتمنى له طول العمر إن شاء الله. إن شاء الله. آمين يا رب. هذه الصورة الله يحفظه إن شاء الله. هذه الصورة كانت في نيويورك في منزل السفير الكويتي. بعد شوف صورة ثانية، في صورة ثانية. هذه صورة أيضا قاعد نشوفها لك مع أبونا جابر رحمة الله عليه، الله يرحمه أبو جابر. هذه كانت مجموعة كويتيات القرن 21 بعد ما صدر أول مرسوم لحقوق المرأة، وكنا قدمنا وثيقة الشكر. أيضا صورة أخرى، هذا مع أبونا صباح الله يحفظه. على فكرة هذه أول صورة لأول زيارة إلى الولايات المتحدة بعد ما صار أمير. من ودك بعد تقابلين من الشخصيات المشهورة المعروفة؟ طبعا اكيد ودي اقابل الامير مرة ثانية. ليش كنتي تقولين ما قلتين قبل؟ طبعا. ريم، باعتقادك ليش دائما تويتر حق السياسة؟ ليش ما شفنا السناب شات او الانستغرام؟ ليش تويتر تخصص حق السياسة والمقالات الكبيرة؟ لان تويتر يعتمد على الكتابة، ويعتمد على الكتابة المختصرة، يعني ملزومة في عدد معين من الاحرف، ويبين عادي يبين اللي يكتب تاء مفتوحة وتاء مربوطة والهمزة على ألف والهمزة على الكرسي، ويبين يعني ويوثق، يعني عكس الأشياء الثانية تروح، بس التويتر يظل توثيق. ومن أفضل السيرش أو البحث، أنا أشوف أن تويتر وايد في محرك بحث جميل يعني. صحيح. بالنسبة للجدانة هذا شيء متوفر في باقي السوشيال ميديا، ما تقدر تسوي سيرش في انستغرام أو في سناب شات. صعب. على أنك تخصصتي بالسياسة، بس أنا شاعت بتويتر ما أشوفك تكتبين إسقاطات سياسية قوية. أبتعد عن السياسة قدر المستطاع. ليش؟ لأن السياسة لها خطوط حمراء. مو اي احد خافين يعني مثلا؟ لا مو خوف، انا مو خوف، يعني شلون تيني شلون تهجم، والله العظيم لا مو خوف، بس رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. احيانا ياخذك الحماس تكتبين شيء تندمين عليه، ايش حق انا اكتب؟ هذا الموضوع خليني وايد ناس طاحوا باخطاء ترى. أنا حق أنا كلش ما أعشق السياسة ولا أي سياسة، بس وايد مذيعين يطيحون بأخطاء مثلاً أو إسقاطات سياسية مثلاً يقولون فيها، ويطيحون بقضايا. تذكرين دانا في وايد مذيعين ويانا كانوا عندهم قضايا. أنا أكتب سياسة حصة، لكن شوية أبتعد عن الخطوط الحمراء. دائماً السياسة فيها خطوط خضراء، خطوط صفراء، انتبه، خطوط حمراء، ابتعد عنها. نعم. ولكن اكتب بين الحين والآخر. محاميتنا مريم أكيد تجيك قضايا كثيرة بالسوشيال ميديا. أكيد. وإن قاعد نشوف الحين السوشيال ميديا عقب ما صار مكان عام، الإنستغرام والسناب صار مكان عام. ودنا نعرف أكثر شلون تخدم قضايا المرأة من خلال الإعلام. قضايا الجرائم الإلكترونية الحين وفق قانون الجرائم الإلكترونية الجديد فعلا صارت وايد قضايا مدارة أمام نيابة الجرائم الإلكترونية. أصبحت المرأة تستطيع أنها تلجأ للنيابة العامة إذا كانت مجنية عليها في قضايا السب، القذف، التشهير. وأكثر قضايا المرأة في السوشيال ميديا المجنية عليها تكون بالذات هي التشهير فيها وابتزازها. نعم. نعم. ابتزازها والتشهير فيها، وكذلك القذف والسب. صح. وقالب القضايا طبعا
يعني عشان ابي اتكلم بالتفصيل خلينا نتكلم بالتفصيل لان موضوع المراه وايد كبير. اكثر القضايا السب والقذف تكون ما بين الزوج والزوجه او المراه وطليقها من خلال برامج الواتساب. في قضايا الانستغرام دائما قضايا التشهير التشهير والإساءة الإهانة القذف السب. السناب كذلك الحين دش كذلك في قضاء من الجرائم. معناها السناب يكون برايفت أو شيء خاص. تعليقات ما هل يعتبر مكان عام؟ أنا تكلمت بأكثر من مرة في هذا الموضوع من خلال السوشيال ميديا وقلت يا جماعة الخير مو معناته إن اليوم الإنسان لما ينزل له صورة ولا ينزل له فيديو إنه مسموح لأي شخص ما إنه هو يسحب هذا الفيديو أو يسحب هذه الصورة ويشهر فيه. نعم. صحيح. لأن هذه تعتبر جريمة وفق قانون الجرائم الإلكترونية ومعاقب. والحين نيابة الجرائم الإلكترونية أو القضاء في موضوع الجرائم الإلكترونية جماعة الخير وايد مشددين. أقول للجمهور القرامات قمت توصل 5,000-3,000 والحبس 2. أنا سمعت إن في 15,000. كذلك هذه بالنسبة للتعويض. ولكن الحين قرامات للدولة اللي قاعد تصدر في الجرائم الإلكترونية بالنسبة للسب القذف التشهير 5,001. هذا التعويض الواحد شنو هو الجرائم الإلكترونية عبارة عن شكوى وعبارة عن دعوة مدنية. نعم. إذا صدر حكم على الشخص المتهم المجني عليه أنه يطالب في تعويض 5,001 يبدي فيها. نعم. طيب 5,001 هو الدينار. أستاذة يعني إذا صادفتك حالة أنت يعني شنو تسوين؟ ترفعين قضية؟ نيت لي يعني في موضوع الجرائم يعني انت حطيتي صوره او فيديو او شيء وصار انا شخصيا خلوا هالسؤال يدور علينا زين. انا وايد سالت هالسؤال يا جماعه الخير. انا وايد الناس تهابني يعني استغرب ان هم ما يخطئون في حقي يعني يحرمونك يمكن وايد الحمد لله يمكن هذه نعمه من الله سبحانه وتعالى اكيد الحدود مو مخلي احد يتخطاها هذا شيء جميل الحمد لله. خلال فتره وجودي في السوشيال ميديا الحمد لله ما شفت لا اهانات لا سب ولا قذف. اللهم انهم بيتكلمون او بينصر علي نصيحه محاميه يخافون منك ممكن ليش لا ممكن اكيد انه سهل بالنسبه لي اللجوء للمحاكم او عارفه الثغرات اي والحمد لله. وهم اذا بيقدموا لي نصيحه يقدموا لي اياها بحب لاني دائما اقول لهم اذا تبي تنصحوني انصحوني بحب والحمد لله. يعني انا جمهوري اشوفها من الطبقه الراقيه ولله الحمد هذه نعمه الله. يعني اشكر الله سبحانه وتعالى. وبالنسبه للكريم ممكن ترفعين قضيه حق اساءه او شيء؟ والله انا بالسوشيال ميديا ما شفت لك الخير وما شفت يعني من المتابعين الا يعني كل دعم وكل تقدير بالعكس يعني وانا اشوف ان يعني المتابعين صاروا يعني عندهم وعي وعندهم قدره على التمييز بين الغث والسمين يعني عارفين بالضبط هم تصرفهم يعني على حسب يعني كل فعل له رد فعل فاكيد انه بس انا قاعده اشوف ان في وايد ناس عندهم يعني السلبيه اكثر من الايجابيه يعني ينسون الايجابيه ويركزون على السلبيات اكثر. فلما تشوفين التعليقات مجملها سلبي او تلقين مثلا تعليق سلبي والباقي كله اللي تحته سلبي مثلا فوق ما تلقين تعليقات سلبيه يعني واحد يفتح المجال حق الباقي. هو اكيد احنا لما نشوف شيء ايجابي ما يعني نمر عليه كانه حق مكتسب انه من الاصل بالشيء انه يكون ايجابي لكن لما نشوف غلطه واحده لا خلاص احنا دائما نقول الشر عم والخير خص فدائما يعني هذا شيء طبيعي ما يلفت نظرنا لما 60,000 سياره ماشيين بالشارع بالاشاره الخضراء واقفين بالاشاره الحمراء لكن لما سياره واحده تطوف الاشاره الحمراء بتلفت نظرنا فهذا شيء طبيعي يعني. حديث جميل بالعكس فكره تفكيرك طريقه تفكيرك جدا جميله فعلا يعني فعلا الخير قاعد يعم صدق والله انا احس الخير قاعد يعم لان لو نشوف احد يجر الكلام الزين ويكثره وينشره بس مع الاسف اللي قاعدين نشوفه ان الكلام المضاد هو اللي قاعد ينتشر أكثر مع الاسف والناس قاعد تتابع وتشجع هذا الشيء. احنا هني هي دورنا كلكم يمكن اليوم دور الاعلام ما تنشرون الشيء الخطا اللي قاعد يصير عشان لا ينتشر نشر الشيء الحلو نشر الايجابيه والشيء الجميل. الفكره هذا دور الاعلام. نعم عشان كذا قلت لكم هذا دورنا كلنا الاعلام هو يقدر يسيطر على السوشيال ميديا بس انت طلبتي هالسؤال اي لا لازم نشوف الاجابه انت سالتي السؤال شوفوا والله ساعات يعني استصغر هذه الامور استصغرها جدا استصغر التعليق السيء او الانتقاد الغير مقبول شنو تكتبين انك تمسحينه بس بلوك او امسح يعني بس هذا نادر ما يصير
يعني ما أقول لك 1% يمكن 0.5%، نادر ما يصير. الحمد لله. لكن هو يعتمد على أن ثقافتك أنت شنو قاعد تحطين، هل قاعد تحطين شيء يستفزهم؟ نعم. إحنا ما قاعدين نستفز لا بصورة لا فيديو لا بكلام، فشيء طبيعي أنا راح اللي راح أعطيه راح يرجع لي بالخير. يمكن ردا على كلامك دانا وأكيد حصة ما أدري إذا توافقيني ولا شيء، إحنا مسوين كنترول على الشيء اللي قاعدين نقدمه وقاعد نقدم هالشيء، لكن لا نقدر ندخل بكلام الناس أو نقول ما نقدر إحنا نسيطر على الناس، نخليهم يقولون اللي يبون يقولون ويعبرون رأيهم لازم، لكن ما يخرج عن حدود الأدب. هذا الناس غاية لا تدرك، أنت ما تقدرين ترضين كل الناس مهما قاعد تقدمين. أنا يا جماعة الخير حابة بس أزيد ملاحظة على هذا الموضوع، أغلب المتهمين لما إحنا ندخل في شكاوى الجرائم الإلكترونية استغرب ان اعمارهم تحت 16 سنه. اي ما في رقابه، فما في رقابه الاهل. فمن خلال برنامج قبقه الحمراء يا الاهالي راقبوا عيالكم لما يحيزون هذا الجهاز اللي عندهم، في كثير من البرامج راقبوهم شوفوهم ايش قاعد يسوون، لان لين يوصل ولدهم حق قضيه اتهام شنو وضعك انت اليوم كاب ولا كام؟ مشكله بهالجهاز هذا لانه عالم جامع العالم، عالم صغير بالضبط، كل الأعمار وكل الفئات العمرية وكل الأجناس. والحديث اليوم حصة بهالليلة نقاشية ممتع، وكلنا اليوم بنات وإعلاميات معانا، إعلاميات أكيد، لكن الحديث معاكم راح يكمل، بس بنسولف شوية عن دراريع رمضان. شلونكم مع دراريع رمضان؟ والله صرف ميزانية. أول شيء كانت ميزانية. أوكي، الحين معانا تقرير مع المصممة دلال معرفي، وبنشوف دراعة رمضان لهالسنة وشنو عندها دلال. طبعا بنات الكويت معروفين بالأناقة والجرأة بالموضة، فقاعد نشوف أفكار مختلفة بالطرح بالدراعي، يعني قاعد نشوف الشروال ونشوف السوية الستايل الهندي والمغربي وألوان مختلفة. ايش رايك بالدراريع هالسنة؟ صراحة بنات الكويت مبدعين بالدراريع، صح؟ اي والله، يعني كافي انا عندي كم مصممة يعني من رفيجاتي يقولوا لي طلبات من الخليج ما الحق، صح؟ يعني ما شاء الله الذوق الكويتي مطلوب. الحمد لله. اي والله، واحنا صراحة صرنا شق الجيب. بالنسبة لك ريم؟ لا بلغوا فيها صراحة، هي بالأسعار؟ كل شيء ولا يعني بالألوان ولا أساس الدراعة البساطة اللي قاعدة أشوف أن الأمور وايد اتسعت، صارت على سواري وصارت على بيتش دريس وصارت صحيح. يعني طلعت عن نطاقها، نطاقها الأساسي هو الحشمة، ما قمنا نشوف الشيء صحيح. قمنا نشوف يعني شيء ثاني، تطورت صحيح. شفنا شيء ثاني بعيد عن الدراعة، يعني ما أخذ اسم دراعة بس هو مو دراعة، صح؟ يمكن قبل الدراعة نشوف لما تسمعين كلمة دراعة الستاندرد اللي يلبسونها بالبيت، لكن الحين كنا نشوف بعد قبل يمكن البنات الصغار بالعمر ما يلبسون الدراعة، فساعات المصممات يضطرون يدخلون خطوط الموضة العالمية بالدراعة عشان بالغبقات انه ما يروح هذا الترند. ترند ما اقدر اسميه ترند لان هذا البنات الصغار يلبسونه، يعني تشوفين بنت صغيرة تلبس هالدراعة حركة ولا لون جريء عشان وحدة صغيرة تينيجر تشوفينها لابسة هالدراعة وتطلع فيها. ما شاء الله الغبقات اكثر شيء قاعد تصير تجمعات نسائيه، ما ادري توافقوني الراي. والله شوفي انا برمضان يعني بسبب مهنتي يعني بروفيشنال اليجنت مثل ما قاعد نشوف بليزر سالفه الدراري وايد، فقمت التقي يعني بعلاقاتي بشكل عام بعد ما انتهي من مكتبي. طبعا مكتبي لازم اكون في لبس رسمي لانك انسانه عمليه، بس شكرا يعني هذه. ريم هل انت من الناس اللي ما يلبسون؟ وايد ناس انا اعرفهم حتى يروحون تلقين بالغبقه لو معزومه 100 مره نلقى في بنات ما يلبسون دراعه، خلاص تلبس السوت وهي شكلها. انت من البنات اللي ما يلبسون دراعه؟ لا ممكن البس دراعه. ممكن تلبسين دراعه، تحبينها سمبل وناعمه؟ اكيد كل شيء انا احب انه يكون سمبل وناعم، ما احب الاوفر دوت، يعني احس ان اوفر از اوفر خلاص. صح، اليوم شكلك انيق جدا، هذا البليزر ذا الفوزو كثير حلو عليك، انت اللي محليته. يعني كل اعلامي يتاثر بشخص معين بالاعلام او خارج الاعلام، دانا تاثرت بمنو؟ أنا في بداياتي ما تأثرت بشخصية واحدة، كل إنسان حسيت إنه ناجح في مكان أو عنده ميزة تميزة. على فكرة ترى كل إعلامي عنده ميزة، مثلا عندك أحد عنده سرعة بديهة، في أحد عنده طرح السؤال أو الحوار عنده قوي، في أحد مثلا شكله حلو، يعني كل واحد أخذ منه كذي، يعجبني منه شيء أخذ. أنا انتقائية بهالسالفة، أما أقول لك والله أقول لك حتى من اليدد ممكن تأخذي منهم. شوف الإعلام بحر، طول ما أنت تقولين أنا والله اكتفيت وأنا تعلمت أنت ما راح تنجحين. الإعلام كل يوم أنت تتعلمين شيء، كل يوم تعلمين شيء، ولو أني أنا الحين يعني موقفة
لكن أنا مشاهدة جيدة يعني مشاهدة من القطاع نفسه بالضبط. فأعرف أقول يعني هذين الاثنين يمشون مع بعض هذين الاثنين ما يمشون مع بعض. عندك نظرة إعلامية يعني. التحليل عندك قوي. إيه لأن أنا من القطاع نفسه. تابعين منوعات أكثر ولا سياسة ولا أخبار؟ والله ما أتابع وايد تلفزيون ولكن اللي ينحط قدامي أشوفه أكمل يعني يشدني أطالع للنهاية. شو اللي شدك أكثر شيء؟ برنامجكم حلو. أيوة بختنا. أوقات الحمراء. بعد ترى والله ما أتابع وايد. ولا لأن ربع مع حصة. أتابع حصة وأتابع أشوفكم أشوف طلعتكم. حبيبي. وأشوف حواركم وايد. تألقتوا هالرمضان واشتغلتوا على نفسكم شكرا للأمانة. في برنامج ليالي الكويت حلو لا أصداء. برنامج العدالة اسمه السيف صح هم هذا لا أصداء. في برنامج على الكويت الأولى شاي الضحى لأصدائه يعني أسمع رفيجاتي أو أي أحد مثلا أكيد ليالي الكويت قلت ليالي الكويت إيه. فعليت لأن نفس التيم نفس الجروب عائلة واحدة. أنت تكتبين بجريدة الرأي من الجرائد اللي فيها مصداقية ما شاء الله تبارك الرحمن وصلت فترة طويلة معاهم بس أكثر مقالة تأثرتي فيها وتحسينها قريبة منك ومقالة كتبتيها وندمت عليها. لا شوفي ندمت عليه ما يعني ما في شيء ندمت عليه لا الحمد لله الحمد لله بس إنه يعني أتحمل مسؤولية هالمقال لأنه يفرق إن أنت كاتبتها وتعبانة عليه فأكيد إن أنا أتحمل مسؤوليته وما في مقال يعني أقرب من الثاني يمكن في مقال انتشر أكثر في مقال نجح أكثر صح. بس إنه كلهم يعني في أشياء تعبت عليها بس ما نجحت كثر أشياء تعبت عليها بس ما نجحت أي في أشياء تكتبها بسرعة وتنجح وأنت تستغربين مثل شنو مثل مقال فومو نعم. اللي هو شعب الفومو وايد انتشر بطريقة يعني ما توقعتها أنا حسيت إنه هو شيء وايد خفيف وظريف بس وايد انتشر نعم. مثل المقال اللي هو عن فاشينيستا هم وايد انتشر مع أنه كان يعني بس ريم الواحد ساعات لما يطالع أشياء قديمة بالنسبة له يقول أنا شلون سويت كذي يعني شلون كتبت أكيد في أشياء لا تشيلي شيء من وقتها من البداية هو كل شيء بوقته يعني حتى أنت لما تشوفين صورك القديمة تقولين شلون بس كذي شلون قصيت شعري كذي شلون صح هذا شيء يعني تشوفينه بوقته يعني صحيح يعني أنت من نجاح لنجاح ما شاء الله عليك ريم ودنا نعرف مثل ما معروف يعني النجاح أشواط لا متناهية على كثر ما قدمتي شنو حابة تقدمين أكثر في المستقبل أنا يعني تعقيبا الكلام دانا إن الإنسان يتعلم كل يوم شيء جديد ومن كل الناس عشان شيء أنا دائما أقول إن في خرافة إن أكبر منك بيوم أعلم منك بسنة إحنا نتعلم الحين من الصغار صح يعني وهم سابقين بوايد أشياء إحنا لا صدق يعني فعلا نجاحنا بالإعلام ما شاء الله عليك يعلمون أشياء بالهايتك أنت ما تعرفينها يعني إحنا كنا من جيل تقليدي وبنفس الوقت القدوة أو المثل الأعلى ما يصير إن كلنا نطيح بفخ إن إحنا يكون عندنا قدوة أو مثل أعلى وننتهي إن إحنا نقلده وما نكون ذاتنا صحيح. وأنا وقعت في الفخ أنا كنت متأثرة في بداياتي ولا تزال هي قدوتي ومثل الأعلى ست فاطمة حسين ولكن هي نبهتني الشيء بالبداية قالت لي كوني نفسك لا تحاولش أن تكونين نسخة عن غيرك مهما كان حبك له ومهما كان تأثرك فيه وأنا كنت أتمنى تكون معنا ليلى وإن شاء الله وجه لها تكتبي ورقة وقلم ولا آيباد والله شوفي أنا كنت يعني الورقة والقلم لكن الحين مضطرة مع عصر السرعة أني أكتب مو بالآيباد بالموبايل صرنا بالموبايل بس في تعطش أكيد حق الورقة والقلم أكيد يفرق صح؟ أي أكيد يعني بس طبعا خلاص صار الورقة والقلم هي الكيبورد وبعدين صار التاتش مضطرين نحن نواكب العصر ولأن عصر السرعة عندك الديدلاين يقتل يعني نعم مريم الزمن تغير وكثرت الوجوه النسائية في الإعلام بشكل كبير هل هالشيء يخدم النساء ولا لا يخدم عالم المرأة كثرت الوجوه النسائية في الإعلام أكيد لأن المرأة يعني شوف إحنا اليوم قعدتنا هذه كلنا نساء طرحنا مواضيع تخص المرأة دائما المرأة لما تتكلم تكون أقرب للمرأة فتطرح مواضيع تخص المرأة وأنا أشوف إن المرأة تفهم المرأة فبالعكس وجود الوجوه النسائية وكثرتها في الإعلام راح تخدم المرأة بإذن الله لأن دائما المرأة تفهم المرأة صحيح هذه وجهة نظري يعني لولو أنت منو تأثرت فيه بالإعلام؟ والله تأثرت بالكثير أنا يأثر فيني كل شيء جميل أي شيء يعجبني ولما أشوف نجاح كبير دائما أحاول أدور السر يعني قاعد تشوفين ألين شو أوبرا قاعد نشوف شلون وصلوا وين بدوا وين شلون بدوا وين وصلوا فأي دريم بيج وأتأثر بكل شيء حلو وأحاول
أدور السر وراء هذا النجاح، فأتأثر بالجميع وكل شيء جميل يطرح قدامي يتأثر. وأنت مميزة لولو. تسلمي. أنا شكراً. أنا مثل ما قالت ريم، أحب أني أخذ من الناس الشيء اللي أنا أحس أنه يناسبني، ألقى نفسي فيه سواء كان أكبر مني أو أصغر مني، لدرجة أني ممكن أصغر مني أخذ رأيهم، لأن أحس أن اللي أصغر مني فيهم مصداقية أكثر، يعبرون عن وجهة نظرهم بشكل وبشفافية بدون مجاملة. صح. وهذا شيء لمسته في جدانة من خلال استشارتك حتى حق بنات بنتك أو ولدك، تأخذين رأيهم بأدق التفاصيل بحياتك. كثير يعني أكيد. وعندنا إعلاميات مؤثرات بالكويت، أمينة شراح، ماما أنيسة، هذيل قدوتنا هني بالكويت يعني. فاطمة حسين أكيد نوجه لها تحية. يعطيكم العافية يعني، هم نورتونا وهم كانوا يعني خطوا الخطوة الصعبة، هم اللي مهدوا لنا هذا المجال، وهم اللي غيروا نظرة المجتمع للإعلام. أكيد. رائدات العمل الإعلامي بالكويت، كل الشكر على وجودكم اليوم معنا في غبقة الحمراء. أمتعتونا يعني، خذانا الوقت. ما راح أقبلكم تنهون إلا بالإفة، ما تحصى هذا لازم. أنت فيشتي فأنت فخر بالنسبة لي. مع السلامة، يعطيكم العافية مشاهدينا.